وللحديث عن استمرار إصدار أحكام الإعدام في العراق معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. مرحبا بك معنا سيد ضياء. أهلا وسهلا ومرحبا وتحياتي. حياكم الله. كما تلاحظون سيد ضياء، السلطات الحكومية تقوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق 4 معتقلين في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار. هل ترون أن الحكومة تصر على تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام؟ وما هو هدفها من وراء ذلك؟ حقيقة هي كل الأحكام الجائرة الموجودة بالعراق قاعد تنفذها الحكومة العراقية هذه والحكومات السابقة. أولا هذه الحكومة هسه هي الموجودة هي حكومة تصريف أعمال، يعني ليست هي حكومة قضائية أو حكومة ممكن أن تصدر قرارات لا يمكن إعادة النظر فيها، ولكن الحكومة العراقية مسيطرة، نحن نعلم أنه مسيطر على هذه المؤسسة القضائية الموجودة في العراق هي الميليشيات، والميليشيات اللي تابعة إلى إيران. إذا الأحكام الموجودة الجائرة الموجودة وحكم الإعدامات الموجودة في الوقت الحاضر بالعراق هي عملية انتقامية وليست عملية ردع، أنه هذه العملية التي تقوم بها هذه الميليشيات من السابق، وإحنا نعلم من هو الذي يوقع على حكم الإعدام. يعني إذا نجي على الشخصيات الموجودة اللي كانت توقع على حكم الإعدام، يعني حقيقة هم مشكوك في أمرهم، يعني هم يعني مشكوك في أمرهم القضائي، مشكوك بعدالتهم، مشكوك بانتمائهم للوطن، مشكوك لماذا مشكوك في أمرهم سيد ضياء؟ الشك لأنه تابعين وليست هم الذين يقومون بهذه الأعمال، يعني لا يعني هذا العمل الذي يقوم به من تصرف دولة حرة، لكن العراق دولة وقضاء غير مستقل. نعم دولة. طيب سيد ضياء، من ناحية أخرى في هذا الإطار، ما مدى قانونية هذه الأحكام التي صدرت وفق المادة 4 إرهاب ووسط التقارير التي تؤكد أن الكثير من الاعترافات تنتزع تحت التعذيب؟ هذه حقيقة، ولكن الحقائق الأخرى هو الفقرة 4 إرهاب هي فقرة مشكوك في أمرها، يعني هي هذه الفقرة مشكوك بأمرها، لأنه أي جزء أي واحد من الشعب العراقي ممكن يوجهوا له التهم إلى هذه الفقرة، وهذه الفقرة أكثر النساء الموجودات في العراق أعطوهم هذه التهمة 4 إرهاب، ونحن نعلم قسم بعضهم أحيلوا على 4 إرهاب وهم لا علاقة لهم بأي موضوع، وإنما العملية انتقامية، العملية ليست هي عملية مثل ما قلت في السابق، ليست هي عملية ردع، وإنما الحكم الموجود في العراق هو انتقام من فئة معينة من الشعب العراقي، بغض النظر إن كانت هو متهوم من 4 إرهاب ولا ما 4 إرهاب، لأنه هذه التهمة 4 إرهاب بالحقيقة توجه إلى كل عراقي شريف يدافع عن وطنه، حتى نعم. إذا كان يدافع باللسان. احنا نعرف هذه الاعدامات التي بدات في العراق من بدايه الاحتلال ولحد هذه اللحظه هي عمليه مباركه لخلق شق بين المجتمع العراقي، وهذا الشق حتى يكبر الشق تبدا الحكومه العراقيه وهذه المؤسسه القضائيه بابعاد هذا الفرق بين العراقيين. نعم. بالاحكام الطائفيه الموجوده حتى تثبت ولائها ليست للعراق وإنما ولائها إلى إيران، وولائها حقيقة هو من يحكم العراق هم الإيرانيين. على ذكر هذا الموضوع، موضوع الولاء أستاذ ضياء، يعني استخدام السلطات الحكومية ضد هذه الأحكام ضد معتقلين ينتمون إلى مناطق بعينها، إلى أي مدى يؤشر إلى استناد هذه الأحكام على تمييز وطائفية؟ الطائفية الموجودة بالوقت الحاضر في العراق، لأنه لو نجمع كل المحكومين بهذه الأحكام بالفقرة اللي هي 4 إرهاب قاعد تطبق في القضاء العراقي، أولا القضاء العراقي حتى نعرف نكون على علم غير معترف به بالعالم، يعني أي قضية أي شخص موجود في أوروبا أو في العالم
تطالب بالحكومة أو القضاء العراقي بالعودة لينال حقه لا يسلمون هذا الشخص، لأن القضاء العراقي هو قضاء غير عادل. ولهذا السبب كل الدول الأوروبية وحتى الاتحاد الأوروبي أنه رفض تسليم أي من ذول المجرمين حسب ما تدعيهم الحكومة العراقية تسليمهم إلى العراق، لأن العراق القضاء العراقي غير عادل. لهذا السبب يعني هذه الأحكام الجائرة بالوقت الحاضر اللي قاعد تصدر بالعراق هي لفئة معينة من الشعب العراقي، وهذه الفئة المعينة من الشعب العراقي نقدر نتبع منهم، وإذا بالنتيجة نجد أنه من طائفة معينة من الشعب العراقي ينالون هذا الحكم، وهم لهذا السبب أنه نقول هذه الأحكام هي أحكام طائفية عدوانية انتقامية من هذه المجموعة البشرية من الشعب العراقي. هل ثمت علاقة للتوقيت، توقيت التنفيذ سيد ضياء؟ بمعنى لماذا في هذا التوقيت؟ حقيقة الفترة الآونة الأخيرة صارت حركات أو تحركات سياسية عالمية دولية حسب شأن العراق وما يدور بالعراق والأمم المتحدة والتقارير الذي رفعت من ممثلي الأمم المتحدة في العراق، والسفارة الأمريكية أيضا رفعت تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة الأمريكية أنه كيفية معالجة الوضعية العراق، وبدأ المضايقة السياسية على السياسيين العراقيين، والسياسيين العراقيين هم أغلبهم المتحكمين في العراق، هم مطلوبين دوليا، يعني بعضهم حتى قالوا بالأسماء، بس هذه القائمة ستزيد وتكبر وتعرض. ولهذا السبب هذه الحكومة الأنفاس الأخير الذي تتنفس به هي تبدأ بعمليات الإجرامية، بعمليات القتل، بعمليات الاغتيالات. سابقا كانت تتبع ولحد الآن يعني تغتال المتظاهرين، وهذه العملية هي تمهيدا لانتقام أو نهاية الانتقام أو نهاية الموضوع من الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي وصل إلى مرحلة معينة من السكوت ومن الظلم حتى هذه اللحظة. ولكن الشعب العراقي الكلمة هي الأولى والأخيرة للشعب العراقي، والشعب العراقي نطق الكلمة أنه هذه الحكومة فاسدة ويجب تغيير هذه الحكومة. والمجتمع الدولي سمع هذه الأصوات العراقيين من ثوار تشرين وغيرهم من ثوار تشرين، حتى في داخل العراق وخارج العراق وجهوا رسائل الى نعم. الى الحكومات الاوروبيه والولايات المتحده وبريطانيا. من مسؤول عن الملف العراقي المباشر هو لحد هذه اللحظه هي، لكنها لم تجد اذانا صاغيه استاذ ضياء، لم تجد اي رده فعل ايجابيه. واسمح لي اسالك فيما يتعلق بالسلطات والقضاء في العراق، ما الذي يمنعه من اعاده محاكمات المعتقلين وفق الماده 4 ارهاب، رغم علمها المسبق بأن المحاكمات التي تجري في البلاد لا تستند لقانون أصول المحاكمات؟ حقيقة هي لا تستند بأصول المحاكمات، ولا عندها أي ذريعة شرعية قانونية إحالة هاي الأشخاص إلى هذه المجموعة، لأنه الانتزاع الاعترافات تحت التعذيب هو مرفوض دوليا ومرفوض حتى بالعراق، ليس دوليا وحتى بالعراق يرفضون هذا الاعتراف. لكن القضاء يا أخي العزيز، القضاء القاضي الموجود في الحكومة العراقية هو تابع إلى مجموعة معينة سياسية أو تحت ضغوط سياسية أو تحت التهديد ينطق بحكم الإعدام لهذا الشخص أو لهذه المجموعة البشرية، لأنه الأحكام الإعدامات الموجودة في بعض الأحيان بالعراق حتى نثبت أنه هذه الأحكام انتقامية بالمجموعه، يعني يقدمون 20 واحد او 30 واحد راسا القاضي يحكمهم بالاعدام. يعني هذه القضيه لا يمكن ولا اي شخص بالعالم انه تنفذ حكم الاعدام ب 20 شخص وهم لحد الان قاعد امام القضاء يعترفون. نعم. انه انتزعوا الاقوال من عنده بالقوه او تحت التعذيب، والقاضي ينفذ هذا الحكم، يعني يطلق الحكم على هذه. اذا العمليه هي العملية ليست مخيرة من قبل القاضي، وإذا إذا لأنه القاضي مجبور أن ينطق بهذه إذا كان
هذا القضاء بالعراقي لهذا السبب، أن الدول العالم عدم اعترافها بالقضاء العراقي لهذه الأسباب التي ذكرتها. نعم أستاذ ضياء، أخيرا أمام هذه الانتهاكات ضد المعتقلين في السجون الحكومية في العراق، ألا تعتقد بأن المسألة تحتاج إلى تدويل قضية المعتقلين؟ وهل هناك من المؤسسات والمنظمات الحقوقية من الممكن أن يقوم بهذه المهمة؟ حقيقة المؤسسات العالمية المعترف بها دوليا وحتى المنظمة العربية لحقوق الإنسان المقر مالها بالقاهرة، يعني قصد منظمة الأم، تطالب الحكومة العراقية بإجراء اتصالات بالمعتقلين الموجودين داخل السجون العراقية، ولحد هذه اللحظة لا تتمكن المنظمة من الدخول إلى السجون ورأي الحالات القانونية أو القضاء الذي صدر بهذه المجموعة من السجناء بالسجن مدة 20 و5 ومؤبد والإعدامات. هذه المعلومات لو تطرحها على أي قضاء بالعالم راح يكون يعني الموضوع مالها هزيل، لأنه لا توجد أدلة ثابتة ومقنعة أنه بهذه الأحكام التي يصدرها القضاء العراقي ضد المتهمين، لأنه انتزاعها بالقوة هذا خير دليل انه نعم لو يخلون منظمات عالميه دوليه تتحدث مع المعتقلين وتتكلم معهم لنجد انه كل الاحكام التي صدرت الموجوده في العراق اغلبها خلينا نقول 90% او اكثر هي قضايا انتقاميه وليست قضايا اصلاحيه او ردع. نعم أشكرك جزيلا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، شكرا لك.